يو، وصل تحدي اليوم الثالث من تحديات ال 14 يوم من هدايا فورتنايت. التحدي كثير سهل كالعادة، ويمكن تكون خلصته وانت ما تدري، وبكتب لكم الجائزة اول ما اخذها في اول كومنت. التحدي يقول قم بلعب 3 ماتشات او اقيام مع صديق من اصدقائك. هذا هو التحدي، سهل وواضح. لازم تلعب 3 مرات مع اي شخص انت ضايفه. ما اظن انه بيصير لو حطيت فيلو او دخلت دو او سكواد عشوائي. لازم لاعب يكون من اصدقائك، تدخلوا مع بعض 3 ايام وبتاخذ الجائزه، والافضل انكم تدخلوا مع بعض وتنتحروا وترجع تدخلوا وتنتحروا وتسووها مره ثالثه عشان تختصروا الوقت. وانتبهوا، لو طلعتوا بدون ما تموتوا او تخلصوا الجيم ما راح ينحسب لكم. وكمان هذه فرصه حلوه، اكتب اسم حسابك في التعليقات وخلي باقي اللاعبين يضيفوك وخلصوا التحديات مع بعض. وهذا كل شيء، لا تنسوا دير اللايك، ولو ما تشترك بالغلط اضغط على الاشتراك وعلى الجرس. كان معكم سيراي، واشوفكم في المقطع اللي بينزل بعد ساعات.